خيمة التجويد والقراءات تقدم تأويل القراءات. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكملا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن لله الأمر من قبل ومن بعد. أبدأ بتحية الإسلام وتحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اختلف القرأة رحمهم الله تعالى في قراءة وللدار الآخرة، فقرأ الجميع بلا مين مع تشديد الدال ورفع الآخرة، إلا ابن عامر رحمه الله قرأ ولدار الآخرة بلام واحدة مع تخفيف الدال وجر الآخرة. وسنعيش في هذه الدقائق السنية مع هذه القراءة الدمشقية، فنعمرها بقراءة ابن عامر رحمه الله تعالى. في هذه القراءة الجميلة أضيف لفظ دار إلى لفظ الآخرة، وعليه فإن الآخرة لا تكون صفة لدار، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه والموصوف لا يضاف إلى صفته، فأين موصوفها يا ترى؟ جواب ذلك أن الموصوف محذوف، أتت الآخرة صفة له، والتقدير ولدار الساعة الآخرة خير، ولدار الساعة الآخرة خير، فالساعة موصوفة بالآخرة ها هنا. وجوز ذلك أي وصف الساعة بالآخرة مجيء نظير بين في قوله تعالى في سورة العنكبوت: وارجوا اليوم الآخر، إذ وصف اليوم بالآخر. ومن هنا فقد أقيمت الصفة الآخرة في هذه القراءة مقام الموصوف، مقام الموصوف المحذوف. ولذلك عدة مثل نحو قولهم: حبة الحمقاء، أي حبة البقلة الحمقاء، وقولهم: مسجد الجامع، أي مسجد المكان الجامع، إلى غير ذلك. وقد حسن في هذا الصدد إقامة الصفة مقام الموصوف لكونها صفة اتسع فيها واستعملت استعمال الأسماء، فصارت علما واسما على هذا الوقت. ومما يقوي هذا القول أيضا مجيء الآخرة موصوفا مستخدما استخدام الأسماء أيضا في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، إذ تقدير الكلام: ولدار الآخرة خير لك من دار الأولى. وقد جاء في اللغة أمثلة عديدة لصفات استعملت استعمال الأسماء، من ذلك لفظ الأبرق والأبطح، إذ هما صفتان لم تبقيا حبيستين في مهيع الصفات، وإنما استعملت استعمال الأسماء، وذلك بتكسيرهما تكسيرها، إذ يقال الأباطح والأبارق. ومن الشواهد الشعرية الجميلة في هذا الباب قول العجاج: من سعي دنيا طالما قد مدتي، حتى انقضى قضاؤها فأدتي. والشاهد يكمن في قوله دنيا، من سعي دنيا، حيث إن دنيا في أصلها صفة من الدنو، لكنها استعملت استعمال الأسماء بعدم لحوق أو لحوق لام التعريف بها، فأشبهت الأعلام في ذلك، إذ معلوم أن الأعلام معرفة بذاتها غير معتوزة إلى ما يعرفها كلام التعريف، فهي أي لام التعريف لا تدخل على الأعلام، وإن دخلت على الأعلام فإنها تكون زائدة غير معرفة، وإنما تأتي للمح ما نقلت عنه، ولذلك يجوز حذفها باعتبار الأصل العلمية، ويجوز كذلك ذكرها باعتبار الالتفات إلى ما نقلت منه. وفي هذا يقول صاحب الألفية ابن مالك رحمه الله: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا،
كالفضل والحارث والنعماني، فذكر ذا وحذفه سياني. وليعلم أن ما قلناه سالفا من القول بإقامة الصفة مقام الموصوف في هذه القراءة هو قول البصريين. أما الكوفيون فجوزوا إضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى نعته، ولم يتحرجوا من ذلك وجعلوا القراءة من هذا القبيل، وعللوا الجواز باختلاف اللفظين وإن كانا شيئا واحدا، ومثلوا لمقيلهم بعدة أمثلة نحو قوله تعالى حق اليقين، إذ هما لمعنى واحد لكنهما أضيفا لبعضهما لاختلاف لفظيهما، وكذلك نحو صلاة الأولى إلى غير ذلك من الأمثلة. وإن مما يحسن بيانه ويلطف الختم به موافقة قراءة ابن عامر رحمه الله ولدار الآخرة، موافقتها لمصحف بلده الشام، فهي مرسومة في مصاحف أهل الشام بلام واحدة كما في المقنع والبديع لابن معاذ ومختصر التبيين لأبي داود والمحرر لابن عطية وفتح الوصيد للسخاوي والإبراز لأبي شامة وشرح العنوان لابن نشوان وغيرها من كتب أهل الفن، مما يدل على قوة هذه القراءة صحة وتواترا ورسما. ومما يقوي هذه القراءة أيضا إجماع القرأة على الإضافة والخفض في قوله تعالى في سورة يوسف ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، حيث جاءت القراءة ها هنا قراءة ابن عامر آيلة إلى ما أجمعوا عليه هناك في سورة يوسف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على رسول الله.